وسهلا بكم اخواني واحبائي الاعزاء المشتركين بالقناه والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للاورغ باشهر الاغاني العربيه والمغاربيه وكذلك التعريف بالمقامات العربيه. دائما نطلب منكم سبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل اكثر واكثر. وللمزيد من الدروس الخاصه التعليميه التي فيها تفاصيل اكثر وجزئيات المرجو الاتصال بالواتساب. اليوم سنشرح أغنية جميلة جدا وهي أغنية ليش يا صبية للفنان الكبير جدوان، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية ليش يا صبية للفنان الكبير جدوان هي في مقام بياتي على الله، أو البياتي على الله بهذا الشكل. والبياتي على الله يتكون فقط من السي بالربعتون كعلامة في السن الموسيقي، فقط السي بالربعتون. الآن سنأخذ إيقاع مغربي عصري على سرعة 120 ونعزف الأغنية كاملة، أي المقدمة مع الصلوهات والغناء، ثم نشرحها بالنوطة الحرفية البطيئة.
طبعا تقريبا هذه الأغنية كاملة. الآن سنفصلها بالنوتة الحرفية البطيئة، بداية مع بداية الإيقاع من المي هنا، مي غي دو سي غي دو سي لا، مي فا مي غي مي غي دو غي دو سي غي مي غي دو غي دو سي دو سي لا. نعيدها أبطأ، مي غي دو سي غي دو سي لا، مي فا مي غي مي غي دو غي دو سي غي مي غي دو غي دو سي دو سي لا، دو دو غي مي غي لا لا صول فا صول فا، دو دو غي مي غي لا لا صول فا صول فا، دو سي لا صول لا سي دو غي مي دو سي لا سي لا، دو سي لا صول لا سي دو غي مي دو سي لا سي لا. ثم ندخل إلى الغناء، ليش صول سي لا ليش صول سي لا مي 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 غي غي دو، والجواب دو مي دو غي سي دو سي لا، دو مي دو غي سي دو سي لا. ليش قسيتي عليا، هنا نذهب إلى الفاضياز، الفاضياز بالربع تون، فا صول مي فا غي مي غي فا صول مي فا غي مي غي، الجواب الثاني. ثم ليش يا صبية يا ام عيون السحرية، دو سي صول سي دو غي مي دو سي لا سي لا. هذا فيما يخص الغناء الأول. ثم نذهب إلى الغناء الثاني، يا ما حنيت غي غي سي دو دو غي مي مي غي غي دو دو غي مي صول مي دو غي دو. وهنا نضيف الفا دياز بدون ربع تون، صول فا فا مي مي غي، هنا نضيف الفا دياز والمي بيمول، الفا دياز والمي بيمول، صول فا فا مي مي غي دو سي دو سي سي لا، صول فا دياز مي بيمول غي دو سي دو دو سي سي لا. ونعيد اللازمة طبعا من الغناء. طبعا كانت هذه أغنية ليش يا صبية للفنان الكبير جدوان، وانتظرنا إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.